وزارة الأداء أنه كتقام دوريات في كرة القدم كتمثل جميع الفرق ما بين فرق البنك الشعبي على الصعيد الوطني. هذه الدورة كانت من تنظيم البنك الشعبي وأطر وجدة وشبطة، ومما استضفنا العديد من الفرق اللي هي كتنضوي تحت لواء البنك الشعبي. كانت الفرقة ديال الدار البيضاء، كانت الفرق ديال فاس، ديال بر رشيد، كانت الفرق ضيف الشرف اللي كان هو فريق الصحفيين، وكنشكر كذلك جريدة النخبة اللي وكبت هذا الدوري من البداية ديالو لحد الآن. حنا كنلعبوا في النسخة الثامنة من هذا الدوري، وكانت نسخة اللي تقامت بمدينة السعيدية من تأطير أطر البنك الشعبي وجدة، والناس الزائرين اللي جاوا من جميع مناطق المغرب. هذه المباراة كتجري في تزامنا مع الذكرى عيد الاستقلال، وتزامنا مع إقامة المباراة النهائية اللي غتقام يوم غد إن شاء الله بالمعهد الشرفي. لحد الآن المباريات كلها كتجري في واحد الجو أخوي ما بين جميع الإخوان، وعطات لحد الآن تأهل الفريقين اللي هما فريق البنك الشعبي فاس وفريق البنك الشعبي وجدة اللي غادي يلعبوا المباريات النهائية. كذلك كانت مناسبة لتكريم العديد من الوجوه البنك الشعبي وجدة، الناس اللي كانوا لي غوتريتي البنك الشعبي وجدة، كان تكريم لهم جوائز رمزية، وكانت كذلك مباراة ماتش دو غالا ما بين البنك الشعبي وجدة لي غوتريتي والبنك الشعبي لي غوتريتي ديال لي زوطخ بيفير. لحد الآن المباريات كتجري في واحد الجو أخوي وفي المحبة، والهدف ديالنا اللي كان هو الهدف كان هو 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 الالتقاء، هو حرارة الاستقبال ما بين الإخوان والإخوان ولي كوليك ديالنا في لي زوطر بيفير. كوميزارة العادة ما عندناش شي مناسبات اللي كنتلاقاو فيهم وكنتشوفوا فيهم أكثر من هاد الدوريات وهاد المناسبات، وإن شاء الله غادي تكون واحد بعد هاد الشيء على حساب البروغرام. كاين أبخي لو ماتش دو فينال كاين أون بتيت فات أون بتيت ريسبسيون اللي غادي يتم على غادي يتم فيها تسليم الجوائز للفرق المشاركة وتكريم الناس لي غوتخيتي ديالنا، وإن شاء الله غادي تكون واحد الجو أخوي كما جرت العادة اللي حضرنا لهم في لي زوتر فيل ديال المغرب. كان ديما في واحد المباراة كتجرى في جو أخوي، جو صداقة، جو حميمي واجتماعي، وإن شاء الله هذه غير البداية، لأنه جرت العادة بأنه جميع المدن كتستضيف في إطار هذه المناسبات وكتستغل هذه المناسبات الوطنية كما سبق وشرت لها مناسبة عيد الاستقلال. تزامنا مع هذه المناسبات ما يمكنش ما تدوس على شغيلة البنك الشعبي وما تحتفلش بطريقتها بهذه المناسبة. ومن هنا كنشكر جريدة النخبة اللي استطاعت تواكب المباريات ومشاري المباريات، ولكن ميم لي بريباراتيف ديال هذا التورنوا من الاول، لانه كانت فيه تقريبا واحد دو جوغ ولا ديال بريباراسيون، كانوا الاخوان حاضرين معنا ديال جريده النخبه والاخوان الصحفيين اللي عطاو واحد النكهه خاصه لهذه الدوره الثامنه. من هذا كنشكر جميع الاطر وجميع الاخوان وجميع الاخوان اللي جاونا من مدن بعيده وساهموا ومعنا وفرحوا بنا، ونتمنى يكونوا عند حسن ظنهم، وان شاء الله غادي تكون مازال كاينين دزافان اخرين اللي غادي يجيو تخي بروشينمون. بارك الله فيكم، ميرسي جريدة النخبة.